فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح ما يقوله بعضهم من أن الإنكار على أهل البدع من الصوفية أو غيرهم هو من أسباب تفرقة الناس وتفرقة الأمة؟ نعم، حنا ودنا يفارقوننا المبتدعة والمشركون وعباد القبور، ما ودنا يجتمعون معنا، ما نجتمع معنا إلا أهل التوحيد، هذا الذي نريده، هذا تفريق مقصود. الله فرق بين المؤمنين والكافرين، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ احنا نقصد هذا، نقصد التفريق بين من لا يقبل الحق أن يفارقنا، وأن نتبرأ منه براءة ظاهرة. نعم.